السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم في قناتكم استفهام عام. اليوم ان شاء الله غادي نتحدثوا على هذه الساعه الذكيه التابعه لشركه ريمي. غنهضروا على المميزات ديالها، غنوريكم كيفاش نستفدوا من هذه المميزات وكذلك الثمن ديالها ومنين نقدروا نشريوها. اذا تابعوا الفيديو على بركه الله. باش نشوفوا العلبه ديال هذه الساعه، ففيها مجموعه من المميزات ومجموعه من الحوايج اللي خصنا نردوا ليها البال، واللي اهمها كتبان لي انا فهي كتشارجا بشارجور ديال 5 فولت و 0.5 امبير، تقدروا توصلوا حتى ل 2 امبير. ما تفوتوش 2 امبير خوتي باش ما يوقع لكم حتى شي مشكل في هذه الساعه. اذا هنا في العلبه عندنا جميع المميزات اللي كتمنحهم لنا هذه الساعه، فكما كتلاحظوا هنايا هنا عندنا ليكرون تاكتيل، يعني تقدروا تخدموا بها عن طريق اللمس. ثم هنا عندنا الميزه الثانيه، يعني هذه الساعه تقدر تضبط لنا 110 نتاع الانظمه الخاصه بالسبور، كل رياضه عن الحده. وهنا الميزه الجميله جدا هو انها كتراقب لنا الدقات ديال القلب، وفعلا جربت هذه الميزه هذه فهي ميزه رائعه جدا. وهنا كذلك كيقولوا لنا بان هذه الساعه فهي ديال الماء، يعني تقدروا تعوموا بها، تقدروا تدوشوا بها، لكن حذر يا خوتي ما تفوتوش اكثر من 50 متر. لذلك خوتي كنصيحه حاولوا تعوموا بها ولكن ما تغطسوش بها الاعماق ديال البحر ولا لابيس. ثم هنا مده البطاريه الخاصه بهذه الساعه فكتجينا هنا تقريبا 10 ايام، وهذه زوينه بزاف، يعني يكفي انك تشارجها مره واحده وهي غادي تشد لك 10 ايام. ثم هنا كذلك عندنا 150 ستايل ديال واتش فيس، يعني الساعه كتجيب 150 شكل او صوره اللي تقدروا ديروها في الريير بلون ديال الساعه ديالكم. اذا غادي نحلوا العلبه ديالنا، فانا سبق لي حليت العلبه باش نشوف المميزات ديالها، داكشي علاش كانت العلبه محلوله. اذا هذه هي الساعه ديالنا، ثم الخلف هنا عندنا الكتيب ديال الاستعمال، هنا عندنا الشارجور ديالها. اذا غنهضروا على كل حاجه بوحدها. اذا بالنسبه للكتيب الاستعمال، اي ميزه في هذه الساعه بغيتوها وما عرفتوش كيفاش تستافدوا منها، ما عليكم سوى تراجعوا هذا الكتيب، فهو كيجي باللغه الانجليزيه وكذلك تيجي باللغه الفرنسيه واللغه الصينيه. ثم عندنا هنا الكيبل الخاص بالشحن، فلاحظوا اخواني فهو كيبان بروفيسيونيل. ثم عندنا الساعة ديالنا اللي كتبان اللي كتجينا بهذا الشكل الانيق والجميل، يعني فاش كتشوف الساعة ديالك وكتلمسها باليد ديالك كتبان لك باللي الخامات ديالها اللي مصنوعة منهم يعني جيدة وجيدة جدا، ماشي بحال ديك الساعات اللي كتلقاو بجوج دولار ولا ثلاثة دولار. اذا هذه هي الساعة ديالنا. فبالنسبة للشحن طريقة سهلة جدا، فمباشرة بعد تتقرب الشحن للساعة كتلصق مباشرة كيف كتشوفوا، وإلا جيتي تقلبها مثلا فما غاديش تشد بلاصتها. وهنا كتربطو مع أي شاحن عندك في الدار، وكيف قلت سابقا من الأحسن ما يفوتش 2 أمبير. إذا هنا غادي نشوفوا الساعة ديالنا، اذا هذه هي الساعه ديالنا. لاحظوا معايا هنا كتعطينا الساعه، كتعطينا النهار، وكتعطينا دقات ديال القلب، وكذلك كتعطينا الكيلومتراج اللي ضربناه. باش ندوزو من ميزه لميزه، ما علينا الا نجرو الساعه هكذا. هنا كيعطينا شحال الكالوري حرقنا وعدد الكيلومترات اللي ضربناه وكذلك عدد الخطوات. ثم هنا هذا المود كتاكتيفيه والساعه كتعطينا ملخص على الليله كيف دوزناها، عدد الدقات ديال القلب، يعني واش كنتي مرتاح ما كنتيش مرتاح، يعني هذه الميزه زوينه بزاف اللي كتورينا النعاس ديالنا كيف كان. ثم هنا غادي يعطينا الدقات ديال القلب، هذه الدقات كتعطيهم على حساب 24 ساعه، يعني كتعطينا
اشنو هي اقصى نقطه وصلها عدد دقات ديال القلب ديالنا، وشنو هي اقل حاجه وصلها دقات ديال القلب ديالنا. وخلال 24 ساعه كتقدروا تتبعوا هذا النشاط ديال القلب ديالكم، وهذه الساعه كفيله كذلك باش تراقبوا بها الصحه ديالكم. فاذا بانت لكم اخوتي عدد دقات ديال القلب كبير طالع بزاف ولا منخفض بزاف، فيمكن لكم تراجعوا الطبيب الاختصاصي ديالكم. وهذه بين احسن الميزات اللي عجبتني انا في هذه الساعه اللي تقدر تحمي لنا الصحه ديالنا. هنا كتعطينا الميتيو يعني الطقس في المدينه ديالك، كتعطيك درجه الحراره دابا واقل درجه اللي غتوصل لها واكبر درجه عندنا حسب اليوم، وكذلك كتعطينا نتاع غدا ونتاع بعد غدا، يعني ثلاثه ايام تتبين لنا كيفاش غادي يكون الجو فيها. ثم هنا غندوزو بالنسبه لهذه الخاصيه، كتخدم مع الهاتف فاش كدير اوكي، الموسيقى كتخدم عندك في الهاتف حسب يعني الشانسون او الاغنيه اللي انت خدام بها، وكذلك من هنا تقدروا تبدلوا الاغنيه، تقدروا تزيدوا، تقدروا تنقصوا، يعني ميزه زوينه بزاف الا كان بعيد عليك التليفون وبغيتي تخدم الموسيقى. ثم هنا كذلك هذه هي الواجهه، غادي نجيو ثاني وغادي نطلعوا الفوق، هنا غيطلعوا لينا بزاف ديال الايقونات. فانا اول ايقونه هي لي دوني اكتيفيتي، عدد الخطوات والمشي اللي قمنا بهم، شحال حرقنا نتاع الكالوري. هنا عندنا دقات ديال القلب كذلك، ثم هنا عندنا نسبه الاكسجين في الدم، يعني كنتظر قليلا وهي كتطلع لكم نسبه الاكسجين. يعني تقريبا عندي انا 97%. ثم هنا كذلك الميزه اللي هضرت عليها سابقا، ما عليكم سوى تاكتيفوها قبل ما تنعسوا. هنا عندنا بالنسبه للسبور، كتختار اي سبور بغيتي، يعني العديد من الرياضات اللي كاينين هنايا اللي يمكن لك انك تدخلها مباشره قبل ما تلعبها. كتكليكي عليها تاكتيفيها، كاين واحد العداد اللي كيضبط لنا الجهد اللي بدلنا في هذا الرياض. ثم عندنا هنا الغيفي، فهنا كتضبط الساعه على اي وقيته اللي بغيتيها تفيقك فيها، وفاش توصل الساعه اللي ضبطتي عليها غادي يرن المنبه وبالتالي غادي تفيقك الساعه. هنا كذلك كيف قلنا سابقا الميتيو، يعني اجواء الطقس المتوقعه لثلاث ايام المقبله. هنا الكرونومتر كما قلنا. هنا عندنا الميوزيك من هنا كيف هضرنا سابقا، وهذه الميزه اللي زوينه بزاف نتاع الكاميرا، فيمكن لك تفتح الكاميرا ديال الهاتف ديالك مباشره من هنايا، فما عليك سواء تدخل الكاميرا تدير اوكي وكتفتح لك الهاتف ديالك اللي مربوط مع الساعه. وهذه الميزه كذلك تخوفي للتليفون، فهي زوينه بزاف مثلا الناس اللي كيتضر لهم التليفون مباشره ملي كدير الهاتف ديالك يرن باش يعطيني البلاصه فين. اذا هذه ميزه كذلك زوينه للناس اللي كيتضر لهم التليفون بزاف. هنا ريغلاج، هنا الى بغيتي تطفي الساعه ديالك، وكذلك الى بغيتي ترينيسياليزيها يعني بغيتي تردى الحاله نتاعت المصنع. وكذلك هنا تخفوا يعني معلومات الخاصه بهذه الساعه، الفيرسيون وكذلك اسم نتاع البلوتود والادريس ماك ديالها. وسمحوا لي اخوتي واحد الميزه اللي ما ذكرتهاش في الفيديو، فجميع الاشعارات اللي كيوصلكم في التليفون خصوصا لي زابيل ولا لي ميساج اللي كيوصلوكم اولا اي نوتيفيكاسيون وصلتكم للهاتف، فمباشره فاش تكون مربوطه الساعه مع الهاتف فكتوصلوا بهذا الاشعار بلا ما تحتاجوا تجبدوا الهاتف ديالكم باش تشوفوا اش وصلكم. وهذه من بين اهم الميزات اللي كتخليني نفضل هاد الساعات الذكيه. اذا هذه هي الميزات اللي كتمنحهم لنا هاد الساعه، واللي كتبان ليا ساعه الناس اللي عز عليهم هاد لي سمارت يعني الساعات الذكيه، فهذه ساعه جميله جدا. وبالنسبه للثمن ديالها غادي ندخلوا دابا للسيت ونشوفوا الثمن ديالها والكوبون اللي غيعطينا البائع باش نقدروا نستافدوا بتخفيض لهذه الساعه. اذا اخوتي كيف كتعرفوا فهذه الساعه موجوده في علي اكسبريس كيف كتشوفوا امامكم، 410 درهم، لكن ما تخافوش في هذا الثمن غادي نحاولوا نخفضوه قدر الامكان باستعمالنا الكوبون اللي كيقدموا لنا هاد الفوندور يعني هاد البائع. فكيف كتعرفوني قبل ما نعطيكم شي منتوج ولا شي حاجه فضروري كنشوف لي زافي يعني الناس اللي شراو هاد الساعه اش كيقولوا، وكذلك كنشوف ستوري ديال هاد البائع واش هو موثوق ولا ماشي موثوق. فلاحظوا معي اخواني فالبائع بلا ما نتحدثوا عليه 99.7% هاد القيمه نتاع 99.7 عند شي بائع اللي هما قلال وقلال بزاف، يعني هذا موثوق وموثوق بزاف. الا ما وصلتك ساعتك ولا شي حاجه فكن على يقين غادي يرد لك فلوسك بالكامل. والاهم من هاد الشيء كامل فلاحظوا معي اخواني
بالنسبه ريفيوز اللي وصلوه فتصور معايا خويا 97% نتاع الريفيوز اللي وصلوه فهما 5 ديال النجوم من بين 168 واحد. يعني تصور الالاف اللي شراو هذه الساعه، ومن بين هذه الالاف 168 واحد هما اللي عطاو تقييم للساعه، وكان تقييم ايجابي بزاف. يعني هذا يعني تقريبا 5 على 5، وهذا قليل فاش تلقاه في علي اكسبرس. اذا المنتوج شاكر راسه بلا ما يحتاج شي واحد اللي يشكره. واللي مهم عندنا حنا هنايا باش ما نطولش الفيديو، فاخوتي مثلا اخترت انا هاد الكولور، فقبل ما نشري غنجيو لهنا وغادي ندير جيت كوبون، يعني الاستفاده من الكوبون. كنحاولوا اما ننسخوه بحال هكا، ولا كنديروا له اد هو مباشره كيولي عندنا، يعني فاش نبغي نشري وغيطلع مباشره. فغادي نجربوا الان، غنديروا باي ناو. يعني لاحظوا معايا اخوتي مباشره الكوبون دار خدمته ونقص لنا 10 دولار اللي هي 100 درهم، وبالتالي نقص لنا 100 درهم. فكيف كتشوفوا المجموع ولا هو 328 درهم، لان عندنا 20 درهم هنا ديال الشيبين باش توصلك الساعه بسرعه. يعني تصوروا معايا فاش خديتها قل من 15 يوم كانت عندي في مراكش، وبالتالي فهاد الميزه كذلك كتعطي لهاد البائع قيمه وقيمه كبيره، ولهذا دار هاد 20 درهم باش يحاول يصيفطها لك في احسن شركه نتاع الليفريزون اللي تقدر توصل لك السلعه ديالك في امان وبسرعه. اذا مباشره ملي كنديروا باي ناو كيدوز الاوردر، كتسنى يكونفيرمي لك البائع بانه غادي يصيفط لك الساعه ديالك مباشره 15 يوم غادي توصل بالساعه ديالك. وبالنسبه للاصدقاء اللي مهتمين بالشراء من الانترنت خصوصا من علي اكسبريس، فراه درنا واحد الجروب في تيليجرام اللي هو هذا، وكنحطوا فيه مجموعه من الميزات اللي كيكونوا يوميا. ما عليكم سوى تدخلوا ليه، بانت لكم شي ميزه زربوا عليها. خصوصا حنا دابا خصوصا الان كاين العروض نتاع لي زاشا غروبي، يعني الشراء الجماعي بثمن اللي رخيص ورخيص بزاف. وكذلك عندنا الجروب في الفيسبوك حتى هو كنحطوا فيه الميزات يوميا. اذا اللي بغى الروابط ديال هاد التليجرام والجروب فيسبوك ما عليه سوى يشوف الوصف نتاع هاد الفيديو، فغتلقاو جميع الروابط الخاصه بالمجموعات ديالنا. وشكرا على المتابعه، وسمحوا لي طولت عليكم بزاف. ولا عجبكم الفيديو خوتي ديروا جيم وبارطاجيوه مع الاصدقاء المهتمين بالمجال. ولا كان اخي اختي هذه هي اول زياره لك للقناه، فما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا اول باول.